أحمد طفل في الثالثة من عمره يعاني مشاكل خلقية بقلبه رافقته منذ ولادته. رحلة علاجه بدأت من مستشفيات القطاع الحكومي بغزة، والتي لم تستطع تقديم يد العون له لضعف إمكانياتها، ولكن بدورها قامت بتحويله إلى مستشفيات الضفة بعد طول انتظار، ولكنها أيضا لم تفي بالغرض. طلعنا عن طريق وزارة الصحة على المقاصد، عمل هناك عمليتين قلب مفتوح وعمل 3 عمليات كسترة. أول عملية عملها على عمر 42 يوم، ثاني عملية عملها على عمر 7 شهور، ماشي يعني خلال كل 7-8 شهور كان يروح يعمل كسترة، وكان الطفل يتعب هناك كتير ووصل حالته للموت هناك. لجأت الأسرة قبل 3 أشهر لجمعية كاريتاس، التي بدورها استقبلت أحمد وقدمت له خدمة التحويل لمستشفى ويلفسون الطبي داخل إسرائيل بكل سهولة وبتكاليف لا تذكر، في ظل صعوبة التحويلات التي يعاني منها القطاع الصحي بغزة في الوقت الحاضر. اتوجهوا إلنا هنا في مركز كاريتاس، فوجدت لما عملت له الفحص إنه يعني في مشاكل بعد العملية، الصمام بيهرب دم والفتحات اللي في القلب بتهرب دم، فتم تحويله من خلال المؤسسة كاريتاس وإخوان معا وأنقذ قلب الطفل إلى مركز ويلفسون الطبي داخل الخط الأخضر في حلون. قامت جمعية كاريتاس بتجهيز عيادة للقلب بأجهزة متطورة لكي يتم من خلالها تشخيص الأطفال المرضى الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا بقلب ضعيف. تم فتح عيادة قلب الأطفال من خلال دكتور بشير أبو جراد المتخصص لقلب الأطفال. تم تجهيز العيادة بكامل التجهيزات الطبية من طبيب متخصص بالبداية، بالإضافة إلى جهاز تصفير القلب زائد جهاز تخطيط للقلب، بالإضافة إلى استقبال حالات قلب الأطفال من خلال 2 يوم في الأسبوع. فبعد فحص قلب الطفل يتم تحويله والتنسيق له من قبل مؤسسة إخوة معا داخل إسرائيل، والتي تغطي تكاليف النقل أيضا وصولا إلى مستشفى ويلفسون الطبي في حيفا، وهناك تتحمل مؤسسة أنقذ قلب الطفل تكاليف العملية التي تصل في بعض الأحيان إلى 25,000 دولار. استطاعت جمعية كاريتاس خلال 3 أشهر تحويل عشرات أطفال مرضى القلب بتعاون مشترك بين غزة وإسرائيل، يدلل أن الإنسانية قد تتغلب أحياناً على الصراع السياسي. من غزة غادة شمية.